أوكي نعم نوافق أن هناك فجوة، فجوة مهاراتية وفجوة عملية، على أساس أن طلبة الجامعات أغلبهم عندهم المهارات الأكاديمية ومهارات التعليمية في المواد اللي درسوها. هناك فجوة عملية تمثل الترانزيشن ما بين الأكاديمية وما بين سوق العمل. احنا في شركة يوسف خليل المؤيد المهارات اللي يعني نشوفها ان هي قليلة موجودة في السوق او اللي قد تكون مسببة للفجوة هي مهارات مهنية او ممكن تكون تقنية. قد تكون بعض المهارات هذه مثل السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، بعض المهارات تكون مهارات تقنية على بعض أنظمة المعلومات اللي قد ما يكون مثلا ما تكون موجودة في البحرين او من ضمن الكريكولم التابع للجامعة. أنا أعتقد شراكة فعالة ما بين الجامعات وما بين شركات سوق العمل وشركات القطاع الخاص، على أساس أنه يكون في دائما مشاركة وفهم شنو متطلبات سوق العمل، وعلى أساس أن الجامعات تقدر تأخذ الوقت أن هي تعدل البرامج الأكاديمية بحيث أن هي تكون تتضمن كل المتطلبات وتكون up to date. الجامعة الأهلية ما عليها غبار، يعني ما شاء الله طلبتها متميزين جدا، بمشاركة مثل ما تفضلنا في السؤال اللي قبله، بمشاركة مع القطاع الخاص أو شركات القطاع الخاص مع مسؤولين موارد البشرية، ممكن يكون الطالب هذا جاهز 100% أنه ينضم إلى سوق العمل. اللي يصير في الوقت الحالي أن الطالب أوريدي يجي من جامعة الأهلية متميز جدا، يحتاج إلى فترة تدريب بسيطة على أساس أنه يكون جاهز إلى احتياجاتنا احنا كمؤسسة.